بسم الله الرحمن الرحيم، معانا يا ولاد بإذن الله استكمال لدرس مهم جدا، الاسم على قوى العدد 10. استكمال اسم الأنماط والعلاقات في قوى العدد 10. تعالوا نتذكر بعض الأشياء والنقاط اللي خدناها الدرس السابق. لما نيجي نقسم على 10، المستر كان بيقول إيه؟ ننزل الأرقام سادة. طب على 10 يبقى البوينت تتحرك خطوة شمال، يعني تعدي الواحد، يبقى تيجي بعد الواحد بوينت زيرو، يبقى الإجابة كام؟ 16 من 100، ودي الإجابة أهي. جميل جدا. اللي بعدها يا كريم، عايزين نقسم ده على 100، نعمل إيه؟ ننزل الأرقام سادة والعلامة تتحرك خطوتين يا ريتال، أدي خطوة وأدي التانية، جت في الآخر لها قيمة، يبقى بوينت زيرو، يبقى 753 من 1000، وادي الإجابة. اللي بعدها عايزين نقسم على 1000، نعمل إيه؟ نكتب الأرقام سادة 6 7 8، ال1000 ثلاث خطوات شمال، كده خطوة، فاضل لي خطوتين، يبقى نحط صفرين وبوينت زيرو. فين الإجابة دي يا مستر حامد؟ الإجابة نمرة جيمة هي يا ولاد. السؤال اللي بعده عايزين نعمل إيه يا جماعة؟ السؤال اللي بعده عايزين نقسم على 100، يلا مع بعض كده ننزل الأرقام سادة، يعني إيه سادة؟ من غير العلامة العشرية، ونقسم على 100 يعني ننط نطتين شمال يا شوشو، أدي نطة وأدي التانية، يبقى بين الزيرو والتلاتة، يبقى الإجابة تلاتة و 5 من 1000، وأدي الإجابة أهي. النقطة الأخيرة في الاختيارات 600 صحيح واتنين من عشرة على 10، نعمل ايه؟ نكتب الارقام كلها ونوسع المسافات، على 10 يبقى نطة واحدة شمال، يبقى بين الزيرو والزيرو، ادي الاجابة اهي. نيجي للسؤال اللي بعده الجميل اللي بيربط التحويلات. المسألة دي محلولة من سنتي المتر، نعمل ايه يا جماعة؟ عندي طريقتين علشان نحول. الدرس ده قديم وجديد، فين اللي قديم؟ اللي قديم اهو، ننزل العدد زي ما هو، من صغير لكبير يبقى نقسم، المتر 100 سنتي يبقى نقسم على 100، ننزل الارقام ساده، وبدام على 100 يبقى البوينت بعد خطوتين. اي دي ايه قديمه خدناها قبل كده، امال ايه الجديد؟ ان انا اقول بدل ما تقسم على 100 اضرب في 1 من 100، نفس الاجابه اهي. يعني عايزنا نربط الطريقتين ببعض، تمام. طب ابدا بمين يا مستر حامد بقى؟ تعالى وانا اقول لك، دي من متر لسنتي، يعني منين؟ من المتر الكبير للصغير. الكبير بيتعمل في ايه؟ الكبير بيتضرب، يبقى نبدا بالضرب الاول، اضرب في كام؟ اضرب في 100، علشان المتر 100 سنتي، يبقى الاجابه 2300. طب لو انا عايز اعملها على، معقولة يا مستر؟ ده حضرتك معلمنا إن الكبير بيتضرب. أيوة وأنا ضربت أهو، ضربت. طب لو عايزها على، بدل في 100 هات المقلوب، تبقى 1 من 100. طب والإجابة؟ ما تتعبش نفسك يا حبيبي زي ما هي. طيب ناخد واحدة كمان، يلا يا شوشو، من ملي لليتر، من صغير لكبير، يبقى نقسم، يبقى لو انت شاطر اعمل القسمه الاول عشان دي اللي انت بتعود عليها. طب اقسم على كام؟ على 1000، علشان اللتر 1000 ملي لتر. جميل. طب عايز الاجابه؟ ننزل الارقام ساده. طب على 1000 يبقى البوينت بعد 3 ارقام، تمام. طب دي المعكوس بتاعها، يبقى بدل العلى فيه، وبدل الألف 1 من 1000. طب والإجابة؟ ما تتعبش نفسك يا حبيبي، والله لن تختلف، نكتبها زي ما هي أهي. واحدة كمان يا مستر، من جرام لكيلو جرام، من صغير لكبير، أنت بتعود على إيه؟ تقول لي متعود على القسمة، ابدأ بيها. يبقى نقسم على كام؟ على 1000، علشان الكيلو جرام 1000 جرام، نخبي صفرين مع صفرين، 3 على 10 تبقى 3 من 10. جميل. والإجابة زي ما هي، وبدل العلى فيه، وبدل الألف 1 من 1000. وناخد الإجابة النهائية ونوديها في المسألة الأصلية. شفتي جميلة إزاي؟ واحدة كمان، دي من سنتيمتر،
من صغير لكبير عندك طريقتين ينفعهم، يا ضرب يا قسمة. انت متعود على مين؟ لا يا مستر، انا متعود من صغير لكبير يبقى قسمة. يبقى تبدأ بمين؟ تبدأ بدي الاول. تبدأ بمين؟ بدي الاول. يبقى كام؟ يبقى يا شيماء 437 من سنتي المتر، يبقى على 100. ليه؟ علشان المتر 100 سنتي. طب عايز الإجابة النهائية، ننزل العدد سادة، وما دام على 100 يبقى البوينت بعد رقمين. طب لو عايزها بالضرب اعكس ال 100 تبقى 1 من 100، لكن الإجابة زي ما هي تتحط في مكانه الأصلي أهو يا ولاد. جميل جميل. واحدة كمان، دي من جرام لكيلو جرام، نعمل ايه؟ يلا مع بعض نعمل عملية التحويل من جرام لكيلو، من صغير لكبير. انت متعود على ايه يا يوسف؟ يقول لي على القسم. اقول له ابدأ بيها، انت اللي تختار، انت اللي بتسوق. على كام؟ يقول لي على 1000، علشان الكيلو جرام 1000 جرام. يقوم ياسين يشتل صفرين مع صفرين، 3 على 10 تبقى 3 من 10، والإجابة تطلع زي ما هي. طب عكس على 1000 يبقى 1 من 1000، وتطلع الإجابة في المكان الأصلي. اللي بعده من ملي المتر، ودي من ملي لليتر، دي وحدات الحجوم يا ولاد. جميل جميل. أدي ال 712 نقسم على كام؟ نقسم على 1000 من صغير لكبير، يبقى 712 من 1000. جميل جميل. وتتكتب هنا المسألة دي موجودة في كتاب المدرسة. طب بدل في ايه تكافئ على 1000، يبقى في 1 من 1000 يا مستر، ونطلع الإجابة فوق اللي هي 712 من 1000. تعال دي من ملي لمتر، من صغير لكبير. ايوه يا مستر انا هبدأ بالقسمة، انا متفق معاك، بس ازاي اجيب العلاقة بين المتر والملي؟ فاكر الأغنية متري دي سي سنتي ملي، من غير ما تحفظ. جميل جميل. فين المتر؟ اهو. فين الملي؟ اهو. ده 3 مواصلات، من المتر للديسي 10، ومن الديسي للسنتي 10، ومن السنتي للملي 10. يجي ولد مش اخد باله يقول لي يبقى 30، اقول له اخصى عليك، مش بنجمع. 3 مواصلات بالضرب، 10 في 10 في 10 ب 1000، يبقى من الملي للمتر نقسم على 1000 يا ولاد. عرفتها من الأغنية متري دي سي سنتي ملي، المتر أهو والملي أهو، 3 مواصلات ب 1000. نعمل إيه؟ نخبي صفرين مع صفرين، 52 على 10، نكتب ال 52 والبوينت بعد رقم. طب بدل على 1000 يبقى في 1 من 1000، والإجابة زي ما هي، ما تتعبش نفسك، لم ولن تختلف. نيجي دلوقتي لآخر شريحة، وهي المسائل اللفظية. أول مسألة بيقول لي إيه؟ اشترى أحمد 10 أقلام، والواحد ب 123 جنيه، لتوزيعها على أصدقائه، فما تمن القلم الواحد؟ هي الفلوس دي فلوس مين؟ ده فلوس ال10 أقلام. طب أنت عايز مين؟ تمن القلم الواحد. طالما عايز تمن القلم الواحد نعمل إيه؟ نقسم. يبقى العنوان اسمه ثمن القلم الواحد، طالما بيسأل على المفرد، أقسم مين يا ولاد؟ ال 123 على كام؟ على 10. نجيب الإجابة إزاي؟ ننزل الأرقام سادة، وعلى 10 يبقى البوينت بعد رقم، يبقى الإجابة طلعت 12 و3 من 10، والتمييز بالجنيات. جميل جدا. مصنع بيطلع الكمية دي من الإنسان ويريد توزيعها بالتساوي، امسك حرامي. يبقى نقسم على 100، يبقى نقسم ايه؟ على 100. يبقى ما دام عندي عدد الإنصام 3500، وشفت يا يوسف كلمة توزيعها بالتساوي، تبقى مسألة قسمة. نقسم على 100، نجيب نصيب كل محل، هنشطب كلمة فما ونكتب العنوان نصيب كل محل بيساوي، ونروح بعيد ادي ال 3500 ونقسمها على 100. نعمل ايه يا ولاد؟ نحذف الصفرين مع الصفرين، و35 على الواحد فيها ال35، وعلشان تكتب التمييز انزل تحت وقول 35. 35 ايه؟ 35 قميص. ليه؟ لان هي القمصان اللي بتتوزع يا يسو. السؤال اللي بعده والاخير، اشترت ساره 100 قطعه حلوى
بسعر الفلوس دي، يعني الفلوس دي فلوس المية، فما تمن القطعة الواحدة؟ لسه المستر قايل طالما بيسأل على المفرد تبقى مسألة اسمه، نشطب كلمة فما ونكتب العنوان، ثمن القطعة الواحدة بيساوي، ناخد مين الفلوس ونقسمها على 100، ليه الفلوس على عدد القطع يا جماعة؟ طب عايز الإجابة النهائية، ننزل الأرقام سادة، وما دام على 100 يبقى نقسم ونمشي خطوتين شمال، ادي 1 ادي 2 يبقى الإجابة هنا. طب عايز اكتب التمييز يبقى 1 و 255 والتمييز بالجنيهات. كده خلصت حلقتنا وخلص درسنا المسائل اللفظية على قوى العدد 10، وكمان العلاقات والأنماط على قوى العدد 10. يا رب يكون بسيط وسهل ومفهوم بإذن الله.